وبعد 6 شهور تم محو ذكريات سكان الأرض بخصوص بو عن طريق كرات التنين، وبتمر فترة من الزمن منذ حدوث تلك الواقعة، وحالياً جوكو شغال مزارع عشان يصرف على عيلته، وبيروح له ابنه جوتن وبيجيب له الغداء، وبيطلب من جوتن يسوق الجرار عشان هيتغدى، فبيسوق جوتن الجرار وجوكو بياكل، وبعد ما بيخلص أكل بيتحول للسوبر سايجين وبيتدرب، وساعتها جوتن وهو سايق الجرار كان بيبص له والجرار بيقع من فوق الجبل وجوتن جواه، ولكن جوكو بينقذه بالانتقال الآني وبيقول له أنا كده مش هعرف أركز في تدريبي، فبيكون جوتن عايز يعرف هو ليه بيتدرب، فبيقول له ماجين بو كان قوي جدا وما قدرتش أهزمه لوحدي واحتمال يظهر واحد زيه، ولو ده حصل لازم أكون مستعد. وجوكو كان عايز يتدرب عند كايو ولكن تشيتش رفضت وأجبرته على الشغل، وفي كوكب بعيد في الفضاء بياكل شخص من الحكام على الكوكب ده، والحكام دول عندهم قوة مهولة مش عند أي حد، والشخص ده يلقب بحاكم الدمار، وده يعتبر أقوى شخص في الكون، والأكل اللي أكله كان فيه دهن وعشان كده دمر نص الكوكب، واسم الشخص ده يبقى بيروس، والشخص اللي معاه يسمى ويس وهو مساعده. وبيمر الوقت والشمس بتكون قربت تغرب، وساتان بيروح عند جوكو وجوتن وبيقول لجوكو أنا استلمت جايزة السلام العالمية، وزي ما أنت عارف الناس مفكراني إن أنا اللي أنقذت العالم، وعشان كده أدوله جايزة مالية قدرها 100 مليون زيني. فبيتصدموا من اللي سمعوه، وبيقول له ساتان عشان اكون حقاني الجايزه دي المفروض تكون من نصيبك، فبيرفض جوكو، فبيقول له جوتن وايه المانع؟ لو اخدت الفلوس دي اكيد امي هتسمح لك بالتدريب عند كايو، فبيوافق جوكو وبياخد الفلوس، وفي ليلتها بيرجع البيت وتشيتشي ما بتصدق وبتوافق على ان جوكو يتدرب، وبيستخدم الانتقال الاني، وبيروح عند كايو، وكان كايو سايق العربيه وكان هيخبطه لولا انه غير مسار العربيه وبيخبط في بيته والبيت بيتدمر، فبيحاول كايو يصلح البيت جوكو بياكل، وبعد ما بيخلص أكل بيلبس لبس التدريب، وبيمر الوقت وبيروح فيجيتا مع عيلته في رحلة، ولكن باين عليه إنه مش مبسوط وبيزهق وبعدها بيمشي، وبعدها بنشوف بيروس وهو قاعد في القصر بتاعه، وبيكون حلم حلم، ومش بيكون فاكر اسم الشخص اللي شافه في الحلم، وبيكون ويس رايح كوكب عشان يجيب له ديناصور من هناك عشان ياكله، ولكن بيلاقي سكان الكوكب أخدوا الديناصور، وفي واحد منهم بيتحول لمواجهة ويس بعد ما عرف إنه عايز الديناصور اللي معاه، فبيوصل بيروس عنده عشان اتأخر عليه لمدة دقيقتين، وبيقول له أنا حسيت إني استنيت 220 سنة، وبينزل عنده وبيكون بيروس عايز ياكل الديناصور لسبب معين، والسبب إنه معتقد لما هياكل الديناصور ده هيفتكر الشخص اللي شافه في حلمه بكل وضوح، وبتحصل معركة ما بين بيروس والوحش، والوحش بيطلق عليه هجوم، ولكن بيروس بيمسك الهجوم وبيرجعه له وبيقضي عليه، وبيطلع من إيده موجة من الطاقة عشان يدمر الكوكب لأنه ما عادش عايز ياكل الديناصور، موجة الطاقة بتصيب الأرض وبيبدأ الكوكب يتدمر، وساعتها الكايوشين الكبير بيحس باللي بيروس عمله وبيحس بالرعب، وكيبيتوشين مش بيكون عارف سبب علامات الخوف اللي على وش الكايوشين الكبير، فبيقول له بعد 39 سنة حاكم الدمار بيروس قام من نومه، وبيروس بيدمر الكوكب وبيشاهده وهو بيتدمر، وساعتها باين عليه إنه بدأ يفتكر حاجة من الحلم، محارب محدش شافه ولا سمع عنه قبل كده، والمحارب ده يلقب بالسوبر سايجين الحاكم، ولكن مش بيكون متأكد، فبيمسك بيروس في ويس عشان ينقله القصر، وبينطلقوا هما الاتنين، والكايوشين الكبير بيكون لسه مرعوب، وبيقول لكيبيتوشين في الكون ده في حكام زينا بيبنوا وبيعمروا، وفي المقابل في حكام بيهدوا وبيدمروا، وبيروس من الحكام اللي بيهدوا وبيدمروا، وهو بيدمر الكواكب من غير سبب، وعشان ما يأذيهمش لازم يخلوا بالهم من كلامهم معاه عشان ما يغضبش ويدمرهم، وبيكون خايف من جوكو، عشان لو عرف انه قوي هيبقى عايز يواجهه. فبيكلمهم كايو بيقول لهم أنا سمعتكم بتتكلموا عن جوكو، هو حاليا بيتدرب على كوكبي، وكايو عارف إن بيروس صحى، وبيقول له أنا هكون حريص على إن جوكو ما يعرفش بحكايته، وبيكون جوكو واقف جنبه بيقول له هتبقى حريص على إيه، فبيتخض كايو والبويا اللي معاه بتقع منه وبتتكب فوقه، فبيقوم كايو بيقدر يغير الموضوع لغاية ما جوكو بيزهق منه وبيكمل تدريب، وبيوصل بيروس قصره هو ويس، وعشان بيروس يتأكد من اسم المحارب اللي قال عليه بيستعين بالسمكة المتنبئة، بتقول له ان اسم المحارب ده السوبر سايجين الحاكم زي ما بيروس اتوقع، فبيدور ويس على المحارب ده ولكن مش بيلاقيه، فبيقول له بيروس احتمال السايجين يكونوا عارفين، ولكن بيفتكر ان فريزا دمر كوكب فيجيتا وبيكون مفكر انهم انقرضوا، وبيروس هو اللي امر فريزا بتدمير كوكبهم، وطلب منه كده عشانه ما عادش طايقهم وبالاخص الملك فيجيتا، وبيقول له ويس معظمهم ماتوا وفي منهم اللي نجا عشانهم كانوا في كوكب تاني، وكمان الامير فيجيتا لسه عايش، وبيستحمى بيروس. وبيقول لويس السايجين عايشين فين دلوقتي، فبيعرف من العصايا اللي معاه انهم على كوكب الارض،
فبيفتكر بيروس كوكب الأرض عشانه هو اللي قتل الديناصورات اللي فيها عشان كانت بتزعجه، وبيعرف من ويس إن السياجين جوكو هزم فريزا وبيتصدم، فبيقول له أيوة واحد من السياجين قدر يهزم فريزا وهو حاليا على كوكب كايو، وبيوري جوكو لما يتحول للسوبر سياجين لأول مرة ضد فريزا، وبيستغرب بيروس من لون شعر جوكو، فبيقول له ويس اكتسب السياجين تحول بيسمح ليهم بمضاعفة قوتهم وهم بيسموه بالسوبر سياجين، فبيقرر بيروس يروح كوكب كايو عشان يقابل جوكو، وفي نفس الوقت على كوكب الأرض بتحتفل بولما بعيد ميلادها على باخرة بحضور جميع الأصدقاء ما عدا جوكو وفيجيتا عشانهم بيتدربوا، وبيدي جوهان لبيكولو صورة جوازه بفيدل عشان كان متصور فيها، ولكنه بيتفاجئ لما لقى نفسه مغمض عينه عشانه رمش في الوقت الغلط، وبتكون بولما متغاظة من فيجيتا وجوكو عشانهم ما جوش عيد ميلادها، والكايوشين الكبير لسه خايف من بيروس عشانه دمر لغاية دلوقتي 8 كواكب ونص، وكمان بيروس هو اللي ختمه جوه سيف زد، وحاليا بيروس ووسم منطلقين عند كوكب كايو، وبيحس كايو بقوة بيروس وهو متجه عندهم، وبيلاحظ جوكو ان كايو بيتصرف بشكل غريب. وعلى كوكب الأرض بتكون بولما عاملة مسابقة تسمى البينجو، وترانكس بيوري جوتن جوائز البينجو للي هيفوزوا، والجائزة الكبرى هتكون كرات التنين. وفي كوكب كايو جوكو بيقوم بالكاميهاميها وبتلف وبتقوم راجعاله وبيعرف يوقفها، والكاميهاميها دي اتسببت في انهيار بيت كايو، وكايو بيتغاظ منه عشان الكاميهاميها كانت هتأثر فيه هو وبقية اللي معاه، وبيقع بلسانه وبيقول له عشان كده مش عايزك تقابل السيد بيروس، فبيقول له مين يطلع بيروس، وساعتها كايو اتلبخ ومعرفش يغير الموضوع وبيقول له بيروس ده يبقى في نفس رتبة الكايوشين، وهو متجه على هنا، ووظيفته هي الدمار في الكون، وبيدمر الكواكب وأشكال الحياة لو شاف حاجة مش عاجباه، فبيقول له جوكو على كده بقى هو شخص مش كويس، فبيقول له لا. زي ما في حكام بيبنوا وبيعمروا في حكام بيهدوا وبيدمروا عشان يحصل توازن في الكون ويقدر يمحي اي حاجة مهما كانت، من الاخر كده مفيش حد يقدر يقف قصاده. فبيتحمس جوكو بمقابلته، فبيقوم كايو مخبيه جوه بيته عشان لما بيروس يوصل ما يشوفوش ويعمل فعل طائش يتسبب في موتهم، وساعتها بيوصل ويس وبيروس وبيشوفوا جوكو وهو مستخبي.